جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والرفعة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسؤدد والمنعة.